بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش موضوعا مقترحا في كاختبار للفصل الأول في المادة وتحولاتها بالنسبة للسنة الثالثة من التعليم المتوسط. وبدون إطالة نبدأ مع الوضعية الأولى التي هذا نصها. يقول: نظمت المؤسسة رحلة تربوية لبلدي التسابيت لفائدة تلامذة السنة الثالثة متوسط من أجل مشاهدة حقل إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح. وفي نهاية الرحلة طلب الأستاذ من تلامذته الإجابة عما يلي: 1. ما هو الغرض من استعمال هذه التقنية؟ إذن فالغرض من استعمال هذه التقنية هو الحصول على طاقة نظيفة ومتجددة، أي لما نقول طاقة نظيفة لا تنتج مواد ضارة للبيئة، فهي لا تنتج لنا ثنائي أكسيد الكربون ولا غيره من الغازات. ومتجددة أي تعتمد على مصدر لا ينفد ولا ينضب وهو الرياح، فالرياح باقية وموجودة ما دامت الحياة. إذن السؤال الثاني: هل توجد تقنيات أخرى مماثلة؟ أذكرها. نعم، توجد تقنيات أخرى مماثلة للحصول على الطاقة النظيفة والمتجددة، من مثل ضوء الشمس، أي نستخرج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ونستخرج كذلك الطاقة الكهربائية من حركة المياه في الشلالات وغيرها، أو السدود التي هي شلالات اصطناعية. ثالثاً، أنجز السلسلة الوظيفية وكذا الطاقوية لتوهج مصباح بطاقة الرياح. إذن لدينا التركيبة كما هو مبين: رياح تهب على العنفة، والعنفة موصولة بالبكرة، والبكرة موصولة عن طريق السير بالدينامو، والدينامو أسلاك توصيل إلى المصباح. إذن نرسم مخطط السلسلة الوظيفية. إذن بمخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة يحتوي على الجمل التي نراها في التركيبة المرسومة على اليمين. إذن لدينا رياح أو ريح، وعنفة، وبكرة، ودينامو، ومصباح. نوصل بأسهم بين هذه الجمل بالترتيب، ثم نذكر أفعال الحالة وأفعال الأداء. إذن فالريح يهب أو تهب الرياح. حينما تهب الرياح فإنها تدير العنفة. عندما تدور العنفة فإنها تدير البكرة، وعندما تدور البكرة فإنها تدير الدينامو، وعندما يدور الدينامو فإنه يغذي المصباح، والمصباح يتوهج فينير المكان. ثم أنشئ السلسلة الوظيفية الطاقوية. إذن بدلالة السلسلة الوظيفية نرسم مخطط السلسلة الطاقوية. إذن نحتفظ بنفس الجمل وبنفس التركيب، فقط نستبدل أفعال الأداء وأفعال الحالة بمصطلحات طاقوية. يهب الريح بمعنى يتحرك، إذن فهي طاقة حركية، يخزن طاقة حركية، الرياح تخزن طاقة حركية. حينما تخزن طاقة حركية تدير العنفة، إذن فتدوير العنفة هو تحويل ميكانيكي. العنفة تدور وتحويل تخزين حركي، طاقة حركية. العنفة تدير البكرة، تحويل ميكانيكي دائما. البكرة تخزن طاقة حركية LC، تحرك الدينامو تحويل ميكانيكي دائما. الدينامو يدور تخزين حركي، طاقة حركية. الدينامو يغذي فهو تحويل كهربائي WE، معذرة هنا، يغذي تحويل كهربائي وليس تحويل ميكانيكي، نصححه. إذن صححنا الخطأ، تحويل كهربائي وليس تحويل ميكانيكي. المصباح يتوهج فهو يخزن طاقة داخلية. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول في الوضعية الثانية: في أحد الأيام قامت أم ليلى بالأعمال المنزلية وتحضير وجبة الغذاء متأخرة، فطلبت المساعدة من ليلى
فقد كان يفصل عن موعد الغذاء 20 دقيقة فقط. ارتدت ليلى مئزرها لمساعدة أمها فتح هذا الغذاء اعتمادا على ما درسته في السنة الثالثة متوسط وبالضبط في مادة الفيزياء في المادة وتحولاتها. إذن قامت أولا بإضافة كمية من بيكربونات الصوديوم إلى الفاصوليا، ثم قامت بزيادة لهب الموقد. ثانيا بدأت بطهي اللحم بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة. الفقرة الثانية، عند نضج الطعام طلبت الأم من ليلى غسل القدر الذي طهت فيه الأكل، لكن ليلى تفاجأت من وجود طبقة سوداء أسفل السطح الخارجي للقدر، فصعب غسلها. انطلاقا من هذه المعطيات ومن هذه السندات، واحد، فسر ما قامت به ليلى أثناء تحضير الغذاء مبينا العامل المؤثر في كل عمل قامت به. إذن استعمال بيكربونات الصوديوم هو عملية نقوم بها أو يتم القيام بها لتسريع عملية الطهي، أي نقول أن البيكربونات هي عنصر منشط للتفاعل، وهذا العامل يسمى عاملا وسيطا. العامل الثاني زيادة اللهب، كذلك الغرض منه تسريع عملية الطهي، فدرجة الحرارة هي عامل آخر من العوامل المسرعة للتفاعلات أو من عملية التفاعلات، والطهي هو نوع من التفاعلات. ثم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة كذلك يسرع عملية طهيه. لماذا؟ لكي لا تكون الكتلة أكبر حجما والجزيئات تغطي بعضها البعض بكمية كبيرة ويصعب وصول الحرارة إليها أو يستغرق وقتا أطول. فأنت حينما تقطع هذه المادة إلى قطع صغيرة فأنت تقلل من عدد جزيئات المادة لكي تصل الحرارة في أقرب وقت إلى لب المادة أو إلى مركز المادة. المطلب الذي يليه، قال السؤال الثاني، اقترح طرقا أخرى لتسريع طهي الفاصوليا. إذن من بين الطرق الأخرى يمكن تسريع عملية الطهي باستعمال قدر الضغط البخاري، فالضغط بالإضافة إلى درجة الحرارة هما عاملان يسرعان التفاعل الكيميائي بشكل كبير. ثالثا، ماذا تمثل الطبقة السوداء أسفل القدر وما سبب وجودها؟ إذن فالطبقة السوداء المتشكلة أسفل القدر على السطح الخارجي هي ناتجة عن تراكم هباب الفحم. ما سبب ذلك؟ الفحم المتراكم سببه هو الاحتراق غير التام للوقود كما رأينا في دراستنا. عبر عن التفاعل الكيميائي الحادث قبل وبعد حل المشكل بمعادلتين كيميائيتين مع الموازنة، علما أن الغاز المستعمل أثناء عملية الطهي هو غاز الميثان. إذن فمعادلة الاحتراق غير التام لغاز الميثان تكون بالشكل التالي: 4 جزيئات من الميثان تحتاج إلى 6 جزيئات من الأكسجين لتعطي لنا ذرة كربون، وجزيئين من أحاد أكسيد الكربون، وجزيئ من ثاني أكسيد الكربون، و8 جزيئات من الماء. بعد تصليح الخلل يصير الاحتراق تام. إذن معادلة الاحتراق التام لغاز الميثان تكون بالشكل التالي: CH4 زائد 2O2 تعطي لنا ثاني أكسيد الكربون جزيء 1 زائد جزيئين من الماء. هنا انتبه، يعني الذي يهمنا يعني أين هو المشكل الذي كان مطروحا؟ فالمشكل كان يتمثل في نقص كمية الأكسجين في المزيج الابتدائي، يعني نرى ذلك في المعادلة بشكل واضح. هنا 4 جزيئات من الميثان توفر لها 6 جزيئات، بمعنى جزيئين من الميثان
لها 3 جزيئات من الأكسجين، بمعنى جزيء واحد من الميثان استهلك جزيء ونصف من الأكسجين. هنا جزيء واحد استهلك جزيئين. إذن لاحظ أن هنا كمية الأكسجين، يعني عندما نجري التناسب، كمية الأكسجين في المزيج هذا هي أكثر من كمية الأكسجين في المزيج هذا. هنا 1.5 إلى 1، وهنا 2 إلى 1. إذن فبالتالي العامل هنا الذي ساهم أو حدد نوع الاحتراق هو تركيب المزيج الابتدائي، أي وهو كمية الأكسجين. نمر إلى الوضعية الثالثة، الوضعية الإدماجية. يقول نصها ما يلي: النبات الأخضر في وجود الضوء في مجال حراري معين يصنع سكر الجلوكوز الذي صيغته 6H12O6 وغاز الأكسجين O2 انطلاقا من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمتصه من الجو CO2 ومن الماء H2O الذي يمتصه من التربة. التعليم: 1. ما هي المتفاعلات والنواتج في هذا التفاعل الكيميائي؟ إذن أنشأنا جدول نبين فيه المتفاعلات والنواتج. فالمتفاعلات هي الماء وثنائي أكسيد الكربون، النواتج هي ثنائي الأكسجين وسكر الجلوكوز. المطلب الثاني: حدد من السند العوامل المؤثرة في هذا التفاعل الكيميائي. إذن من السند فإن العوامل المؤثرة في هذا التفاعل الكيميائي هي الضوء ودرجة الحرارة. إذن قال في وجود الضوء وفي مجال حراري، يعني لما نقول مجال حراري محدد معناها إذا انخفضت درجة الحرارة عن هذه القيمة الحدية فإنها لا تقوم بعمل البناء الضوئي، وإذا ارتفعت عن القيمة الحدية القصوى كذلك لا تقوم بعملية البناء الضوئي. إذن فالعوامل المؤثرة قلنا فيها التفاعل الكيميائي تتمثل في الضوء ودرجة الحرارة. المطلب الثالث: اكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي مع موازنتها. إذن معادلة التفاعل الكيميائي لدينا 6 جزيئات من الماء تحتاج إلى 6 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون لتنتج لنا 6 جزيئات من الأكسجين وجزيء واحد من سكر الجلوكوز. ثم المطلب الموالي يقول كم تكون إذا كانت كمية الماء هي أم تساوي 108 غرام وكمية ثنائي أكسيد الكربون هي أم واحد تساوي 264 غرام، فكم تكون كتلة سكر الجلوكوز الناتج علما أنها تشكل 15/31 من كتلة النواتج. إذن كتلة سكر الجلوكوز نحسبها انطلاقا من المعادلة التي وجدناها ووزناها. إذن لدينا الماء 108 غرام زائد ثاني أكسيد الكربون 264 غرام يساوي 6O2 زائد 372 في 15 تقسيم 31. يعني من أين أتينا بـ 372؟ حينما تجمع 108 التي هي كتلة المتفاعلات، كتلة الماء مع كتلة ثاني أكسيد الكربون، كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج. إذن 108 زائد 264 تساوي 372. أعطى لنا في المعطيات كتلة الأكسجين على ما نعتقد. أين هي؟ نعم. إذن قلنا يقول كم تكون كتلة سكر الجلوكوز. هنا يعني ضمنيا نستخرج كتلة الجلوكوز أولا ثم نستخرج كتلة الأكسجين. نعم. إذن قلنا هذا المجموع 372 ها هو معنا، ضربنا في الكسر الذي أعطي لنا في 15/31 لنجد كتلة الجلوكوز وهي 180. بعد ما وجدنا كتلة الجلوكوز نستنتج كتلة الأكسجين أو نحسب كتلة الأكسجين. إذن كتلة الأكسجين كذلك من مجموع المتفاعلات أو مجموع النواتج لأنهما متساويان، يعني تساوي 372. 372 نطرح منها 180، إذن تكون هكذا كتلة الأكسجين تساوي
كتلة المجموع ناقص كتلة سكر الجلوكوز وتساوي 192 غرام. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل ومناقشة هذا الموضوع. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.